هذا البروتين ما ادري ايش فايت. اوه ماي جاد. يلا تمام. واو السلام عليكم، كيف حالكم يا جماعة؟ رجعنا لكم بالجزء السابع من سلسلة القاتل آيس كريم، وفي هذا الجزء راح نلعب بوحدة من الشخصيات وأتوقع خلاص يصير نجمع كل الأصحاب سوا. مرة متحمس للأحداث وإننا نخلص اللعبة، لا تنسون اللي مشترك اشترك عشان كلكم يعني تحصلون آيس كريم. آيس كريم عادي مو هذا الآيس كريم حقه. طيب. Wait a minute. When we escaped from Ron, do you remember which pipe she went down? I think it was the blue pipe here. What do you mean you think? باقي للبنت. Tell me for sure. Right now Liz could be dead or worse. We're doing what we can, Mike. Calm down a little. I don't want to calm down. I'm sick of looking at the screen and not seeing anything. Hello? Hey. No. What's that? Don't do that. It's dangerous. You're making too much noise. اوه نو نو عطبها ها اوه الو اوكي بيرفكت ذس از سمثينج ايلس نيد ذات ام جو ريسكيو يور سيستر نايس هاي بريسينج ذا بتن سو ذات ذا ليد ستيز كلوزد بليز يا ولد مرجله مرجله ابو نظاره اوه دي يلا حلو. أيوة هذه البنت. We'd better do something soon. يلا رح نبدأ. Find a way to escape from the lab and reunite with your friends. Okay. يعني إحنا في المختبر. طيب بدينا. عندنا هذا الزر. اوكي ثلاث اشكال كيوب مثلث ناخذ هذا يلا ايوه هناك على الاحمر حلو طيب هي هنا جالس يسوي عليها تجربه الرجال ويكتب التفاصيل يلا ما في مشكله حسيت اني تيس اصلي اوكي هذا الاحمر هنا يستهبل ايش غلط مربع احمر هنا ولا شو دخل بالشاشه هذه اه شكله على الشاشه دقيقه يعني اول شيء ناخذ الازرق صح هذا الازرق هنا اوكي حلو الحين خلاص خلصنا الاختبار فتح لي باب صح مقفل اوه نايس حلو 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 خلينا ندور يلا ما في ولا شيء مويه هنا بعد ما في ولا شيء ما في ولا شيء اه ايش ده اوه حلو لازم ارمي حاجة عليه عشان افتحه لازم ارمي حاجة عليه كهربائية ها اوكي وقبل شوية ذا كان هنا متكي سوي اختبارات فين راح ها فار وات اسمي الهامستر يلا بندر سمينا بندر ها ذاتس نوت جود نيم ليش الا الا جود يا ولد الدنيا هنا ايوه في رسالة اوه حلو يعني في بطاقة للمخرج البطاقة في المواقف او حاجة زي كذا يعني احتاج اصحابي عشان يعطوني هذه البطاقة طيب اوكي حلو الامور طيبة بس دقيقة خلونا نستكشف زيادة هذا ايوه نحتاج ايوه الفيوز هنا عشان يفتح لي ذا الباب اوكي هنا ايش ذي؟ بروتين اوكي بروتين باقي ذي الغرفة نشيك عليها ها بروتين وات بري وذ عقل يقول مدري ايش في العلبه طب خلونا نحط هذه الاغراض خلاص عندنا يعني عقل وعندنا هذا خلونا نروح دحين للشباب ونشوف كيف يقدرون يساعدون حلو ايوه الخوي يا سلام ليز ايوه can you hear me are you okay nice Even though I've been hanging around here for a thousand years, shall we go now? Liz, I finally found you. And Mike is with you. What a relief. Jay, is that you? How nice to nice. Meet you. We need a key card to escape. Hey. It seems that Rod has one stashed inside a safe box in his town's warehouse. Hmm. Let me think about it and see if I can come up with something. Hmm. What a coincidence. Looks like Rod is going to town.
ايوه الو What's wrong? Charlie, stop fooling around and follow Rod into town. I need you to get what he keeps in his safe in the parking lot. Okay, I'm coming. يعني راح العب بثلاثة. حرك معاه. Oh my god. والله نايس. لا. يا الله. اصبر اصبر خله يركب. يا رب ركب يا رب. والله ده ما توقعته شجاع لذي الدرجة. الحين لازم نلقى الصندوق. الماب كيف؟ الماب عندنا باركينج وفاكتوري. اوكي يلا ننزل وندور. تاج البوكس هذا ها؟ اصبر اصبر ما بقد قلنا بسم الله. اوه سيف بوكس نحتاج ثلاث مفاتيح. حلو حلو حلو. ازرق اصفر ودي. هذا الازرق صح؟ نايس اخذناه. يلا يلا هذا اول واحد. تمام باقي اصفر وورد. ها عصا اوكي. اوه العصا دي شكلي احتاجها بعدين صح؟ طيب شكله هنا ما في الا مفتاح واحد بس. الو وش ذا؟ ايوه ما في الا مفتاح واحد يا جماعه هنا. شكله خلاص لازم نروح مكان ثاني. انا ادور ما حصل. طيب خلونا نروح للفاكتوري ولا نروح خلونا نشيك على الستول بسرعه. نشيك عليه بسرعه. يلا ننزل. يا الله يا اخي المكان صغير هنا. اصبر لي. ايوه هنا في شيء. دقيقة هيدروليك. اوكي الهيدروليك فين راح استخدمها؟ ايوه ايش ذا فوق؟ اوه حلو بالعصا. يا جماعة المفتاح البنفسجي حلو. دحين نقدر ان نستخدمه. اصبروا بس. كيف حالك؟ انت كويس؟ راح ارمي المفتاح هنا دقيقة. ارميه هنا واخذ الهيدروليك معايا. اوكي ونحرك للباركينج عشان نستخدم المفتاح. يلا هذا المفتاح الثاني. تمام باقي الاصفر. قد هيدروليك جاك هذه عندي انا. يلا ها ناخذها واكيد اننا نروح على الفاكتوري عشان نجيب ال... اوه ماي جاد ذا يصلح. اوكي اوه ماي جاد يصلح الرجل. يلا يلا فاكتوري. ها رجل. يا جماعه يقول لي ليفت ذا كارت. ليفت ذا كارت اوكي حلو. هنا الكارت هنا. انا فاكتوري ما يمدينا اروح. لا يا يلا يلا بسرعة بسرعة بسرعة. يلا 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 ها والميجي. نايس. ايش المفتاح تحت؟ والله تحت المفتاح. يلا خذ بسرعة بسرعة. يلا يلا ليتس جو. يلا حصلنا الكي كارد. وهنا ايش؟ رسالة. هاي هذا يتكلم عن مولد ايس كريم. يقول ظهرت فجأة هذه ميدلين اللي هي العجوز الجدة. ظهرت فجأة حامل وبعد ساعات ولدت ولد وصحته كان تمام وعاش مع الجدات اللي يعني في الكنيسة وذا. يقول راح يهتمون فيه يعني. يقول هي تسوي هذا الشيء من 40 سنة أو حاجة زي كذا أو يعني لـ40 سنة. ذا الكلام يعني هل هذا صحيح إنه معجزة هذا الولد ولا إنه خطيئة؟ طيب الحين نروح للمصنع صح؟ يعني مدينة. يب يلا حلو رجعنا رجعنا. يلا البطاقة. ها حتى هو يرددها. نايس حلو والله انك اسطورة. نزل معاه. ما نزل. اوكي على طول يعطيهم وخلاص. كيكة. هل هذا فخ؟ اوه ماي جاد لا تكفى. لا تقول لي فخ. الله يستر. اوكي نزلت البطاقة عند البنت تاخذها. يلا. Great. I'm getting each time closer to leaving this place. يلا. ايه اح اي كان ماسك ذي اي حق المخ. ميستري كي. هنا اعطي هذا الايتيمز. اوكي واحول عليه والعب. والله نايس. فاكيد هو راح يستخدم هذا المخ وذيك الاشياء صح؟ بس اصبروا انا استخدم احنا البطاقه. انترودر على طول. اصبر يا ابني اصبر على طول. انترودر انترودر خلاص. ايوه فتحنا فتحنا حلو. كفي. اوكي حلو. طيب ايش ذا؟ اوه ماي جاد
هاي بكسها. اصبر اصبر صل على النبي. ايش كيف؟ اوكي هذا الباب احنا فتحناه. هذا ايش؟ ابغى اتاكد. ايوه فايند ذا واي مدري ايش هذا. سمول ما اقدر ادخل هنا. مول انيمال نحتاج الهامستر شكله صح. طيب خلونا الا نحط الغرض هذا هنا مثلا ونكلم مايك. حلو يلا. طيب هذا مكسر. لازم اصلحه. طيب ما دام ما يشتغل ارميه بعدين. طيب يا ابن السلاح ما منه اي فائده. خلونا نستكشف المكان نشوف الوضع. طيب هنا ايش في عندنا؟ ايه هذا الباب مقفل. هو لو انفتح خلاص كل واحد يقدر يهرب. يعني اجي من هنا والبنت من هنا. ايوه هنا نصلح. جماعة والله استكشف وانا خايف يا ولد. المكان كبير. اوه تكهربنا والله تكهربنا. الله اجي دحين يجي لطمنا. ها ايوه ايش قال هنا؟ الكنترول روم مدري ايش فيها شيء. اوه لازم القى دمية تساعدني. ايوه لازم احط واحد هنا ويدخل يساعدني او شيء زي كذا. طيب ايوه حرقنا والله حرقنا احنا. اوه ماي جاد. اسبن اسبن يا رب ميني يا رب يا رب يا رب يا رب. اوكي في هنا زيت يقول مدري ايش زيت حاجه زي كذا. لازم اننا يو نيد سمثينج تو كاري ات. اوكي ايوه هنا نحط السلاح صح. يا سلام حلو. اوه نو 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 الحمد لله لك يا رب. هذا السلاح هنا ايش نحتاج؟ اشياء ستيكي ماتيريال الكتريسلي كونتر فلويد. ايوه يلا تمام. هذا ايش؟ كونتر فلويد على طول حصلنا. اوكي حلو يلا باقي ستيكي ماتيريال بس القاها. ستيكي ماتيريال هذا الزيت صح؟ هذا الزيت اكيد. فشكله في حاجه ارجع للبنت عشان تساعدني فيها. هي ممكن تقدر تدبر لي القطعه مثلا او شيء. ليس طيب خلنا نروح ندور زياده. هذا البروتين ما ادري ايش فايت. اوه ماي جاد يلا تمام. واو والله باقي المحاوله الاخيره. ليز مين يا الله يا ليل الليل والله البلشة. ارجع ها اصبروا الله بعد ما يقدر يقول بسم الله. راح اطلع بسم الله دعواتكم. نرجع يا شباب. هيا ذحين والله لو يطلع ترى زودها ها لو يطلع. اوكي ايه شوف هذه الحلاوه الحلاوه. حلو الحين اروح اعطي الولد. ها بسرعه 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 بسرع بسرع. يلا 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 يا مايك ناخذ الحلاوه. حلو جهزنا. حلو اوه نايس خلاص جاهز. دحين اروح اعطيها عشان تطلق على المسدس. تطلق قصدي على الفيوز عشان الباب ينفتح. نايس يلا اوكي حط هنا. ليتس جو. اوكي بسم الله بسم الله دعواتكم يا شباب. الام الله دلعك انا ما انا فاضي لك. انطر 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 وانت ها تبغى تبلع معايا يلا ابلع. الله الواحد ما يقدر حتى يقول بسم الله. الله يقلعك يا يلا ادفع. ايوه حلو معاه المسدس. خلوا واحد يلمس. هنا ايش؟ ليكويد. حلو طيب خلينا نروح في باب ثاني. هذا الباب صح انفتح؟ لا باقي مقفل. في باب ثاني اصبروا. اوه ماي جاد اوه ماي جاد. اوكي اوكي اصبر اصبر. طيب هنا نحط الليكويد هذا ايش؟ البروتين. اوكي هذا الليكويد ستيبلايزر. ستيبلايزر يعني نحطه في. ايوه اوكي والبروتين موجود عندنا دحين نروح نجيبه. واو والله كذب والله يا جماعه كذب. اني ابغى اطلق عليه. انت عم الحاله ايش ذا؟ ليش؟ ها ايش صار؟ خلانا كلنا سكريم ولا ايه؟ والله والله سكريم.
الله سكريم ما عنده الا سكريم شباب. يلا هذا البروتين هنا نحطه بسجل مسدس له. هنا انا رميته صح ولا ايوه هنا تعال ابلع يلا ولدك فينه ابلع انت يلا اشيقه بس يلا نعطيه اوكي. طيب في حاجة لازم نكسرها ها؟ اوكي هنا ولا لا؟ لا هذه صح؟ ايوه هذه هذه. اوكي يلا. حلو. حلو. طيب سيكريت انجريدينت اوكي حلو 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 عرفت عرفت بس بس عند الموضوع. اخذ في حاجة اخذها تمام واحط منها هذه صح؟ ويصير هو الانجريدينت الاخير ولا؟ دقيقة. اي هي ذا حنا نجيبها انا روح المختبر بسرعه 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 لحد اكتفاك يلا هنا ايوه هذه حلو ونستخدمها هناك يلا نعطيه اوكي تمام اوكي ايوه عبي يلا شرش ايش سنكو ولا ذا. طيب يلا كذا نخلص الثلاثه الاشياء ممكن بعدين يفتح لنا الفار صح اذا فتح لنا الفار نقدر ان ندخله في الفتحه هذه. يلا هي لا تقول لي هذا السيكريت انجريدينت انه حق الايس كريم فيكبر الفار يصير كبير. تحريت فار هنا ايوه حلو خلاص قفل قفل الباب اصبروا هذه يبغى لها تركي سوي ذحين ستارت اوه لازم له طريقه يعني ولا اشكل له هو مشكل كذا تمام يا غالي ولا ايديه يقول تفاعل مع البوشن الهامستر ايوه والله شربه ايوه تعالج ولا لا ما تعالج شكله لازم وصفه او شيء ولا ايوه طلع لي الصوت شوفون ايوه طيب 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 لازم نلقى طريقه هنا شكله يقول لك 6 زائد 4 6 زائد خلونا نجرب هذه الطريقه 2 بي 1 اي 3 اس 2 بي 1 اي 3 اس يا اخي والله انك ثقيل دم صدق انك ثقيل ثقيل دم جلطني الحين يجي هذا الخفيف ثاني انا احطه عند الباب ها فخ اللي يبغى يجي حيه تعال هذا اس نجرب الحين شوف يضبط ولا لا يا رب يضبط يا رب اي ريت كهرب للفار بس اشرب يلا قول يا رب يسوي الدعاء هذا او ماي جاد او ماي جاد نايس واو في خلطه كثير هنا والله جربته من اول مره وضبط طيب اسمع هو زحمه مره خلونا ندخل هنا نريح شويه حبيبي انت بالله احتاج المسدس شويه ها معليش هاي الناس يبغى لهم صفقه هنا متجمعين تعالوا معكم الا مرجله ها معكم مرجله ابلع يلا تعال انت الان اللي ابغاك الا انت يلا الهامستر دب يلا الهامستر نروح نحطه في الفنت هنا يلا روح 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 راح يفتح لي انا الباب والله شكله اكل الاسلاك والله فتح لي نايس يا جماعة قبل ما نهرب نسوي تحديث للبطاقة عشان نعطي مايك عشان هو يكمل اللي عليه وقدي مرة واحدة نهرب كلنا ها هذا صحيح طبعا سوي مجنون انت روح كذا بسرعة ايش باقي؟ باقي حق المخ هذيك مدري ايش هذيك المنطقة في منطقة ثانية اللي ما رضي يفتح الباب يا ليل هنا نحتاج برضو ميني رود مدري ايش اوكي ايوه هذا الباب اوكي نايم طيب ايش نحتاج هنا؟ اوه اركب ذا اويل تانك حلو ونحتاج مخ اوكي المخ يلا شباب هذا المخ وجبناه تفضل باقي القطعة الثانية ما ادري كيف ما ادري من فين حجيبها نحتاج حق الزيت يعني يلا نحط المخ طيب باقي هذه احتاج قطعة انا احتاج قطعة يا جماعة عشان استخدم حق الزيت عشان يفتح لي حق الزيت فاهمين؟ صدقوني يا جماعة أعطي هذه يستخدم الزيت كذا يشفط منها صح؟ لأنه ما في أي قطعة ثانية غيرها أوه ماي جاد شفتم؟ ولا
ايوه نايس. يلا 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 هانت 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 يا شباب هانت. بسرعه بسرعه روح روح يلا. حلو 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 يلا ها جاهز. باقي له بس راس، يبغى له راس عادي نختار له اي راس من هنا خلاص. ما يبقى قد اوكي نحتاج نكهربه بالمسدس. يلا نرجع مسدس عند البنت. الله ناخذ المفتاح بسرعه. خارجونا خارجونا يلا نبغى نروح. ابلع انت تفضل. بسم الله ها قوم يلا يا وحش. اوه نسوي له برمجه. اوه حركه. الو يبغى له شغله ذا. اوه دقيقه 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 لازم نشوف الطريق. اول شيء يجي كذا. ابلع انت في وجهك. طيب اول شيء قدام قدام يروح قدام بعدين يسار قدام بعدين يسار بعدين يمين قدام بعدين يسار بعدين يمين. يلا ان شاء الله انه كذا. فرونت 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 بعدين يسار بعدين لا دقيقه. فرونت فرونت يسار فرونت يمين. يلا خلينا نشوف كيف ذحين ايش راح يسوي. غلط. الله تمام. لا يمديني خلاص. يضحك. يلا ناخذه. انا حسبته عم يمشي على الطريق. دحين يمشي بس غلط شكله. والله غلط. اوكي لازم نوصله فين احنا؟ باي جهه؟ اوكي اوكي خلاص عرفت عرفت ما عليكم. انا عرفت ايش اسوي دحين. شكله لازم نوصله هناك عند البوكس الاحمر ولا؟ توقع عند البوكس الاحمر او هنا قدام والله ما ادري. تعال تعال يا قلبي تعال. انا الان برمجك يا قلبي انت. ها وصل. خلنا نجلدهم. طيب وصل هنا حلو نايس. ها اول تويلت مدري ايش الحمامه. ماي جاد شغلت الحمامه هنا. ايش هذا الزر؟ ايوه ايوه لا هذا الزر صح بس ما ادري ايش. هل هو صح ولا لا؟ لان قدام ما اتوقع الا والله قدام الاخضر الهروب. هذا ايش حيفعل قدام هناك الاخضر؟ انا تيس يا اخي. طيب هذا ايش حيسوي؟ يلا اضغطه ها كانك. خلينا نشوف. اضغط يلا نشوف. الارض بس كذا براه. ماي جاد فلقني. طيب اول شيء يروح يمين هنا يضرب يروح بعدين قدام بعدين يروح اذا كذا يروح يسار بعدين يروح قدام بعدين يسار. خلاص هذا مضمون يا جماعه مضمون. يا رب قبل ما يقوم قبل ما يقوم قبل ما يقوم. تتعلق. واو والله لو اموت يا جماعه احسن لكم. اوكي يلا ايوه صح واخيرا. ايوه يلا 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 راح نخرج راح نخرج يلا. يا اخي بس بس انت كل شويه انذار. ماي جاد فجعني وربي عبيته البان كله. يلا 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 اضغط. يلا يس ليتس جو. ماي جاد اخيرا انه المخرج. يس يا Yes! Together at last. Get out of here, Mike. يلا يلا يلا. Listen, Liz. In case we don't get out of here, أنني يجب أن أخبرك أنني أحبك. يلا يلا بس. I don't want to say it in front of everyone. Okay. دحين كلهم اجتمعوا. I'm so glad you're both well. حلو. الكيك ايش وضع هذه؟ Hey, what are you doing here? اوكي. Oh my god. Come back here. Oh no. I don't know how, but Rod found me and followed me here. Oh no. Get out of there now. Charlie, where were you? You should have come back as soon as you handed over the key card. الورطة. It doesn't matter now. We have to stop Rod from getting in. By the way, how nice that we're all together at last. Okay. Chubby kids, get out of there now. دحين يعني الجزء اللي بعده راح يكون كلهم شكله يعني كلهم ضد درود خلاص عشان يهربون صح؟ وتكون النهاية ولا ايش؟ تتوقعون؟ انا احس كذا خلاص راح يكون الجزء الاخير. بجوز كذا يصفق بيوم لما ذا. باقي عرض اصبروا. ايش في؟ ايش؟ Ha 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 ha!
ماي جاد او ماي جاد وصلت امه هذه خلاص دام والله حتى يقولوا اخر جزء او ماي جاد بس شباب اتمنى انكم استمتعتم لا تنسوا اليوم المقطع تعطونا لايك ولو مشترك اشترك ونشوفكم ان شاء الله في المقاطع الجايه على القناه.